السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة بين المحاصيل الشتوية. هذا هو محصول الكرنب، بالطبع هو من الخضروات الشتوية التي تزرع لكي نستخدم أوراقها في الحشو، وإذا كان هناك متبقيات تستخدم في التخليل، لكن هو يزرع أساسا لاستخدامه في الحشو. واسمحوا لي أن أوثق هذه اللحظة الطبيعية أو هذا المنظر الطبيعي. رأس الكرنبة تنشق ليخرج منها الشمراخ الزهري الذي سينتج لنا بذور إن شاء الله. هذه رأس الكرنبة تنشق من المنتصف ليخرج منها الشمراخ الزهري يحمل الأزهار والنورات لكي يعطينا، طبعا هيدينا بعد التلقيح والإخصاب هذه الأزهار تلقح وتخصب وتعطينا البذور التي تزرع كرنب العام أو الموسم القادم إن شاء الله. الآن ونحن في نهاية الموسم كما نشاهد هذه الكرنبة تنشق ويخرج منها الشمراخ الزهري وتعطي أزهار يتم تلقيحها والإخصاب لكي تعطينا إن شاء الله تقاوي العام القادم. هذه رأس الكرنب طبعا لها معاد، احنا هو كمحصول شتوي ونحن في نهاية الموسم. نشاهد هذه اللحظة الطبيعية التي نوثقها وهي تنشق رأس الكرنبة لتخرج الشمراخ الزهري الذي يحمل الأزهار يتم تلقيحها وإخصابها وإنتاج بذور الكرنب. هذه لحظات نوثقها لمن لا يعلم، كما يقال معلومة في ثواني أو دقائق عن خروج الشمراخ الزهري ولإنتاج تقاوي الكرنب. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة، وإن أعجبكم الفيديو ونحن نوثق هذه اللحظات الجميلة، اللحظات العلمية أو الظاهرة العلمية لخروج الشمراخ الزهري من وسط الكرنبة. هذا ما لدينا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة.